انا سعيد جدا اليوم بمرافقتي ويا السيد معالي وزير الدفاع لزياره معسكر التاجي. هذا المعسكر اللي عمره اكثر من 60-70 سنه، ولكن كان في حاله الحقيقه لا يسمى معسكر، وانما كان عباره عن بحاجه الى تطوير. ولولا وجود معالي وزير الدفاع وهمته وخبرته مع اخوان الباقين من الوحدات السانده له بالاخ لواء رياض والاخ عميد محمد، شفنا فد شيء جميل جدا. هذا الانجاز العظيم لهذا المعسكر الحقيقه اللي به اكثر من 173 وحده عسكريه، مقاتلين يستحقون الدعم والاسناد من لجنه الامن والدفاع، اللجنه النيابيه، للاخ معالي وزير الدفاع ولكل المقاتلين في القوات البريه والبحريه والجويه. جيشنا سور للوطن، واجب علينا جميعا ان نخدم هذا الجيش. اليوم احنا فرحانين بدخولنا معاكم معسكر التاجي، واتمنى كل الموجودين وصاحبين القرار دعم الاخ وزير الدفاع والمؤسسه العسكريه. يعني دعم المؤسسه، دعم الدوله العراقيه، دعم الشعب العراقي. اتمنى لك الموفقيه، واحنا ان شاء الله ايد بايد وياك، وان شاء الله داعميك بكل قوه، لان انت تستاهل هذا الدعم. احنا اليوم اللي شاهدنا ما صاير لمده 20 سنه. وهذا ينحسب لك، وانت ابو الوطني وابو الغيره، وانت ابو المقاتل. شكرا. اليوم شرفونا الساده اعضاء لجنه الامن والدفاع والسيد النائب هو رئيس اللجنه، من خلال الأخ رئيس اللجنة الأستاذ عباس الزامري. شافوا العمل الجاري الآن في معسكر التاجي. طبعا هذا العمل الآن اللي تشوفوه ضمن توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، والذي يؤكد لنا يوميا الاعتناء بالمقاتل والبنية التحتية وكافة احتياجات المقاتل بالتفاصيل. اليوم احنا بدينا بإعادة تأهيل معسكر التاجي، و فور انتهائنا ننتقل لدينا أهداف أخرى حول بناء البنية التحتية للجيش العراقي. وإحنا عهدنا السيد القائد العام وعهدنا إملاءنا المقاتلين الضباط والقادة والجنود أنه نوصلهم إلى مرحلة يستحقون ما يرونه وما يلمسونه إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. طبعا الحكومة أخذت على عاتقها إعادة النظر في التسليح والبنية التحتية للجيش العراقي. في عمر هذه الحكومة أكيد، وهذا عهد الشعب العراقي المسؤول، التغيير الكامل إن شاء الله.